كريستينا، هل انت كنت متخيله انه هيبقى ليكي زوج مصري؟ لا، بس دلوقتي انا بحبك مصر وشرم الشيخ جدا جدا جدا. وشرم الشيخ انت هي عايشه في شرم الشيخ، شرم الشيخ حلوه؟ ايوه شمس بحر. يس ومصطفى اكيد نمبر 1 شرم بعد كده بحر وشمس. انا فين بقى؟ قلت لك نمبر 1. كريستينا شفتك بتعملي بتطبخي كوكينج محشي سيو؟ يس كريستينا ايوه نوت اونلي محشي ملاخية كفتة فراخ باربيكيو مريم كفتة ملوخية رينجا يس يوم ملوخية ايوه ومحشي يس بتنجان ولا كرومب ولا باتنجانا بتنجان يس انا بحبك باتنجانا انا طب انا هاجي اكل بتنجان اكيد خلاص يس حلو يس اكيد اكيد خلاص يا جماعه انا بقى انا هروح ادوق المره الجايه المحشي بتاع كريستينا واقول لكم اخبار المحشي بتاع مين علمها خلطه المحشي وبتقور ماما بقى ربنا يديها الصحه هي اللي معلماها المحشي الملوخيه كريستينا بتحبها فتحت الانترنت وقعدت تتعلم طريقه عمل الملوخيه برافو هي كده عملتها هي حلوه بس ما انصحكيش تدوقيها يعني ممكن خليها في المحشي بس خلينا في المحشي انت سلمتها انت الحمد لله يعني يا رب ما اكون فهمتك هي خلاص هي الحمد لله لا فاهمه بس البتنجانه حلوه لا البتنجانه حلوه بتنجانه حلوه ماما ما خدتش مني مامتك اللي ماما هي اللي معلماها كل حاجه انا بحبك ماما ما بتحب ماما شوف ده رساله خاصه دي فيها في علاقه حلوه بينها وبين اسرتك وكده هي واهلي يعني والدي والدتي اختي العلاقه بينهم فعلا انا اهلي ما كانوش قبل كده يتخيلوا ان انا مثلا هجوز اجنبيه او علاقه تانية مع حد فلما شافوها قالوا دي مش اجنبيه دي واحده مصريه تمام واضح اهو واول لما دخلت يعني اول لما اتعرفت على البيت والاهل وخلاص واتجوزنا كله تمام واحده مصريه قاعده في البيت اللي هو بتصحى الصبح ها هنعمل ايه ننظف ايه ناكل ايه نطبخ ايه فخلاص هي مصريه بس لا وبعدين نظام هي ماشيه على نظام انا عارفه بتصحيكم من بدري وبتعمل اكل مواعيد انا عارفه متابعه